أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، معكم عماد ويليام في فيديو جديد. في السابق احنا عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن ازاي اربط الاكسل بالواتساب وابعت منه رسائل. النهاردة هنقدم فيديو آخر بطريقة أخرى برضو لكيفية التعامل مع الواتساب، وازاي عن طريق الاكسل ابعت رسائل للكونتاكتس اللي موجودة عندي في الواتساب. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنروح على الاكسل، وأول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل جدول، هنحط التايتلز بس بتاعت الأعمدة، وهي هتبقى الكونتاكت، وفي العمود التاني المسج. هكبر العمود بتاع المسج شوية وبرضو بتاع الكونتاكت، وممكن ان انا اخليهم في النص. وعلشان اعمل تيبل حدد الجزء اللي حضراتكم شايفينه اللي هو سطرين مع العمودين، واعمل تيبل او ادوس كنترول تي. اتأكد بس ان ماي تيبل هاز هيدرز واقول اوكي، كده انا عملت التيبل. تاني حاجة برضو اسمي التيبل بتاعي اللي هستخدمه في الكود اللي هوريه لحضراتكم بعد كده، هنسميه تي بي ال. تمام كده، انا سميت التيبل وسميت الكولومز بتاعتي، برضو هستخدمهم في الكود اللي انا هعمله. وتعالوا اول حاجة هنعملها بعد كده، وهي اني هحفظ هذا الفايل ماكرو انيبلد. ازاي؟ هاجي من قائمة فايل واقول سيف از من براوز، نحطه مثلا على الديسكتوب ونسميه اكسل تو واتس مثلا. اهم حاجة في سيف اس تايب اكليك عليها واختار تاني حاجة اللي هي اكسل ماكرو انيبولد ورك بوك، عشان حتة السكيورتي ويبقى معمول انيبول ليها. اختار ان احنا هنحفظ التايب بتاعه سيف ماكرو انيبولد ورك بوك، وهقول سيف. تمام، دي من الحاجات المهمة اللي حضراتكم تاخدوا بالكم منها، وهي ان احنا لما نحفظه ماكرو انيبل. تعالوا بعد كده ندخل مثلا اي رقم. لما نيجي ندخل الارقام بندخل الكونتري كود الاول وبعدين رقم الموبايل. يعني احنا في مصر 20، وعلى طول الرقم ادوس انتر. لو انا لقيته بهذا الشكل انا ممكن اجي من عند الجزء بتاع الفورمات واختار الفراكشن، هو هيتظبط. والمسج ممكن ندخلها بالعربي او بالانجليزي وليكن الكلمة دي. احنا عملنا تيبل علشان لو احنا دخلنا رقم تاني انا ممكن ادخل رقم تاني، او هو نفس الرقم وممكن يكون باللغة العربية. من ضمن الحاجات اللي حضراتكم تاخدوا بالكم منها، الرقم هنا غلط هنصلحه، او ناخد كوبي من اللي فوق بما انه هو نفس الرقم. من ضمن الحاجات اللي بقول لحضراتكم نخلي بالنا منها هي الفونتات، احيانا بتعمل لنا مشاكل، فانا يفضل ان انا اخلي الفونت تايمز نيو رومان علشان ما يعمليش اي مشاكل. فانا ممكن اختار الفونت على طول من الليست هنا. اوكي كده انا اخترته تايمز نيو رومان. تمام، يتبقى لنا حاجة تاني، الا وهي ازاي ان انا اكتب الكود او احط الكود، وازاي لما اخلص خالص هيكون في كومنت بوتوم ادوس عليه يحول على الواتساب على طول. الكود هعرضه قدام حضراتكم اهو. كل ما في الموضوع ان احنا هناخد كوبي، طبعا انا هسيبه لحضراتكم. هناخد منه كوبي، هو في صب هيتكلم عن ازاي ابعت الرسالة، الصب اللي بعده ان انا امسح التيبل.
هنا بالنسبة لي اني ابعت للواتساب، كان في كوماند ان هو يبعت المسج على طول اللي هي البوت انك ريبورت. احيانا بتعمل مشاكل مع بعض الفيرجنز في الويندوز 10 وال11. احنا عملنا فانكشن جديدة اسمها كليبورت، هتاخد المسج وكاني بحطها بتقرا وتكتب في الكليبورت اللي هي الفانكشن كليبورت. فاما ان حضرتك تحط كوما فوق، يعني تلغي دي وتشغل دي، او يعني اللي تحب تشغله تشغله. يعني انا بقول ان اساسا في الكود كان بوت ان كليبورت، انما لوحظ في الفترات الاخيره مع الويندوز 10 والويندوز 11 في بعض المشاكل بتحصل، فاتعملت الفانكشن دي واعتقد انها كافية لحل المشكلة. احنا هنحدد الكود وناخد منه كوبي وهنروح نحطه في الاكسل. علشان نحطه في الاكسل هنيجي نختار الديفلوبر. لو الديفلوبر مش موجودة هكليك باليمين على اي مكان فاضي واختار كاستمايز ذا ريبون. هيظهر عندي في الناحية اليمين قائمة ديفلوبر، لو هي مش متعلم عليها احط العلامة وادوس اوكي، هتظهر عندي قائمة ديفلوبر. من قائمة ديفلوبر انا هاجي اختار الفيجوال بيزك، وبعد ما اختار الفيجوال بيزك هقف هنا على الشيت 1، ومن قائمة insert هقول موديول. فتح لي الصفحة البيضة دي وجاب لي هنا موديول وموديول 1. لو جيت عند موديول 1 وقف عليه وحدده كده بالأزرق وادوس يمين وهاجي اقول insert وهختار user form، هيعمل لنا حاجة بهذا الشكل ده علشان الكود بس. انا هاجي عند الصفحة البيضاء اللي كانت ورا خالص دي اللي اتفتحت في الاول، وهحط الكود بتاعي عن طريق اعمل بيست، ويبقى هنا هو حط لي الاكواد بتاعتي. ادي اول صب وحطه هو كود، وده تاني صب وده فانكشن بتاعتي، وبكده يكون انا جهزت الجزء اللي انا هشتغل عليه. تعالوا برضو نرجع بقى على الاكسل ونشوف الكلام ده هيتحط على الواتساب ازاي. هاجي برضو من ديفلوبر ومن عند insert هنا الكوماند بوتوم بتاعي هختار اول واحد. انا ممكن احط اول واحد اخليه اللي يبعت الواتساب، ممكن اخليه هنا ده send. تعالوا نعمل واحد تاني عشان يمسح لنا البيانات لو حبينا برضو بنفس الطريقة. ده هيعمل clear content، اغير الكلام اللي ظاهر واكتب clear. تمام. انا بقى علشان ابعت على الواتساب هدوس على سنت علشان ابعت على الواتساب. بس قبل ما ادوس احب اوري حضراتكم ان احنا نزلنا التطبيق بتاع الواتساب فور ويندوز احسن مما استخدم الواتساب ويب بتاع البراوزر. الاتنين هيشتغلوا، بس يمكن مع البراوزر كل مرة هيحتاج منا كونفرميشن، انما ده ممكن ينزلهم مرة واحدة. فعلى حسب ما تحب حضراتكم تشتغلوا على البراوزر او الابليكيشن. هو كده كده هيفتح البراوزر في الاول، بس بعد كده هيفتح الابليكيشن نشتغل عليه. هنروح دلوقتي على الاكسل وهندوس على سند. فتح الابليكيشن او البرنامج اللي انا سطبته على البي سي، وفتح الاسم اللي هو الرقم اللي عملته، وهيكتب الرسالة. طبعا احنا سايبين وقت طويل يكتب فيه، اهو ابتدى يكتب وهيبعت، على اساس ان لو الجهاز قديم السرعة بتاعته مش هتكون كافية، فمدين وقت طويل. لو حضراتكم تقدروا في الكود زي ما هتشوفوه هتفهموا، تقدروا تعملوا
الوقت قصير زي ما انتوا عايزين، وزي ما حضراتكم شايفين هو بعت الرسالة الأولانية للكونتاكت زي ما حضراتكم شايفين، برضو هيبعت الرسالة التانية اللي احنا عملناها باللغة العربية وغيرنا الفونت علشان ما يحصلش مشاكل معانا، هيكتبها وهيدوس الانتر وهيبعتها. هو كتبها دلوقتي، انا سايب الوقت علشان حضراتكم تبقوا عارفينه، سواء كان جهازك سريع او بطيء هو هياخد نفس الوقت. هو كده خلص. لما نروح على الاكسل دلوقتي هنلاقي طلع رسالة done وهنقول اوكي، وبكده نكون شرحنا لحضراتكم ازاي عن طريق الاكسل نبعت الرسائل النصية على الكونتاكتس اللي موجودة عندنا اوريدي في التليفون عليها الواتساب. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا التكرم بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دائما. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. شكرا.